التضييق على النساء من قبل السلطات الأمنية في إيران امتد ليشمل أيضاً استهداف الأماكن العامة التي تستقبل غير المحجبات، حيث تم إغلاق عدد من المقاهي وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. الصحيفة الأمريكية أكدت في تقرير لها أن السلطات الإيرانية أغلقت 150 شركة في غضون 24 ساعة خلال الفترة الأخيرة بسبب خدمتها لنساء غير محجبات. تقرير الصحيفة أضاف أن السلطات تحاول أيضاً تجنيد الشركات الخاصة مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي والمكتبات لصالح خطتها، عبر تحذيرها بضرورة فرض القانون داخلها أو المخاطرة بالإغلاق. ويأتي ذلك في ظل الممارسات الممنهجة للسلطات ضد المرأة الإيرانية بعد اندلاع الاحتجاجات التي قادتها النساء في الخريف الماضي إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني تحت التعذيب، والتي سرعان ما تحولت إلى مظاهرات على مستوى البلاد ضد السلطات الإيرانية، لتتزايد على إثرها النساء الإيرانيات اللواتي بدأن بالتجول دون حجاب. مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد السلطات الإيرانية دفع جيلاً جديداً للمطالبة بحقوق وحريات غير متوفرة في بلدهم، على الرغم من تعرض العديد منهن للاعتقال والسجن والتعذيب وحتى القتل. وفقد مئات المتظاهرين حياتهم برصاص قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات في 16 من أيلول سبتمبر الماضي، فضلاً عن اعتقال آلاف الأشخاص، كما عمدت السلطات إلى تنفيذ أحكام إعدام بهدف قمع الاحتجاجات وترهيب المتظاهرين المطالبين بالتغيير السياسي.